الأخبار وتفاصيل الأخبار، شفنا تقرير من شوية طبعا عن واحد من أهم نجوم مصر وأهم نجوم نادي الزمالك، ملك النص كابتننا الكبير كابتن فاروق جعفر. النهارده عيد ميلاده، فكانت فرصة طبعا دايما قناة الزمالك ما بتنساش طبعا ولادها الكبار ولادها المخلصين زي كابتن فاروق جعفر اللي بنقول له النهارده كل سنة طيب أبو كباتن، وفرصة إنه يكون موجود معانا على التليفون كمان عشان نقول له كل سنة طيب. كابتن فاروق مساء الخير على حضرتك يا كابتن. والعيلة كل سنة وأنت طيب، وحضرتك طيب يا كابتن كل مصر. أيامك بخير وسعادة إن شاء الله. امين يا رب. طبعا الحقيقه يمكن كانت حقيقه تقرير مميز جدا جدا، شفنا فيه يعني ارقام مهمه جدا طبعا كلاعب كبير وملك النص كابتن فاروق جعفر، بنهديه لك اقل حاجه يا كابتن فاروق، وفرصه نقول لك حسام طيب، وكمان يعني تقول لنا شايف نادي الزمالك الفتره الجايه ازاي، بس الاول يعني نهنيك على عيد ميلادك. اولا كل سنه وانتم طيبين، وكل حبايب نادي الزمالك واعضاء نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك ومجلس اداره نادي الزمالك بخير وسعاده، وان شاء الله كل الامور هتستقر ان شاء الله في نادي الزمالك الفتره الجايه ان شاء يا الله. رب. طيب كابتن، يمكن قرعه الدوري شفناها والزمالك مش عارف اقول طبعا ماتشاته كتير في البدايه بره ملعبه، لكن ناخدها واحده واحده كده، وكلمني الاول عن رؤيتك لضربه البدايه قدام فريق البنك الاهلي استاد السلام، وبعديها سموحه في برج العرب، بعديها المصري البورسعيدي في برج العرب، اول ثلاث ماتشات قبل ضربه البدايه في الكونفدراليه، شفت القرعه ازاي وشايف فرص الزمالك في كبدايه كابتن فاروق؟ انا شايف ان انا شايف ان الزمالك يعني لغايه دلوقتي رجل اللعيبه في الملعب، فالاحساس بتاع المباريات بتاع المباريات الثقيله، لسه مخلص مباراه الاهلي من 4 5 ايام، فاللعيبه لسه الحاله يعني الحاله الفنيه موجوده، الحاله البدنيه موجوده، هي عايزه دافع نفسي ومعنوي اكتر في الفتره اللي جايه، وان شاء الله نبدا من بدايه الدوري. الدوري بقى ان احنا نبص يبقى لينا هدف واحد هو المكسب، يعني لازم نتحرك على هدف واحد، ما فيش كلام في التعادل، ما فيش كلام في خساره، ما فيش كلام في اصابه، ما فيش كلام ان احنا المباراه دي تقيله، ما فيش كلام هنلعبها خارج ملعبنا، لا كل الحاجات دي تتركن على جنب، يبقى لينا هدف واحد، ان انت كل مباراه انت نادي الزمالك بتتكلم نادي عملاق نادي كبير، المكسب جوه الملعب زي المكسب خارج الملعب، وده يبقى شعار نادي الزمالك الفترة اللي جاية. ما نستناش نقول احنا هنلعب خارج ملعبنا، لا هنلعب داخل الملعب، لا هنلعب بجماهير، لا هنلعب من غير جماهير، مش عايزين الكلام ده. احنا عندنا هدف واحد وشعار واحد، ان احنا نكسب المباراة كلها. ده كلام طبعا مهم وكلام نفسي مهم جدا جدا للاستعداد للفتره الجايه، لكن كابتن فاروق جعفر يبقى معايا ما ينفعش ما اسالوش عن الفنيات. عندنا كابتن لعيبه تقدر تفرض الاستحواذ زي ناصر ماهر زي عبد الله السعيد، شايف ازاي حاله الزمالك من الناحيه الفنيه؟ شايف كمان ازاي بنتايج؟ شايف مشلاك كونراد؟ شايف محمد حمدي؟ كنت عايز اخد رايك كمان من الناحيه الفنيه، تحب تقول لنا يا كابتن؟ يعني انت النواحي الفنيه اولا انت لازم يبقى عندك على الاقل 20 لعيب جاهزين للعب. يعني بعدين احنا بدأ نغمه الاصابات المرهق الارهاق الحاجات دي، ده احنا عندنا دلوقتي جهاز بقى فوق حوالي بتاع اكثر من 10 اطباق، يعني الجهاز ليه نظام ان واحد محلل اداء، واحد معد اللياقه البدنيه، واحد بيشتغل التكتيك في الملعب، بيحفظوا اللعيبه المهام بتاعتهم في كل مكان، التمرينات اوقف على كل خطا على كل تحرك، اوقف التدريب اوقف التدريب اوقف التقسيمه او التصويب على المرمى، ولازم اصلح الاخطاء اللي موجوده، لازم اتكلم مع اللعيبه ان انت لعيب كبير، ان انت اسم بتلعب باسم نادي كبير، النادي ده ما عندوش هدف ولا عنده اي افكار غير في المكسب، وده يبقى الاتجاه بتاع اللعيبه. الحاجه المهمه جدا ان اللعيبه زي ما انت بتهتم باللعيبه الصغيره لازم تهتم باللعيبه اللي عندها خبره، ما تقدرش تلعب باللعيبه عندها خبره بس ولا تقدر تلعب بالناشئين بس، لو هتعمل مكسب ان اللعيبه الخبره واللعيبه الصغيره لازم تبقى عارف الخطوط، يعني في كل خط ممكن تزق ولد صغير وتطعمه باللعيبه الكبيره، لكن انا النغمه الجديده ان احنا هنلعب بالناشئين، وده لعيبه صغيره، وده الكوره مش بتاعت كده، الكوره ما بتستناش حد ما يكبر ولا بتستنى حد ما يصغر، الكوره عايزه اللي دايما عنده امل المكسب، عنده روح المكسب، ودي المشكله. يعني انت ما بتجيب لعيبه كويسه هتلاقي اللعيبه اللي انت بتجيبها دايما تبقى اتعودت على المكسب، اتعودت على البطولات، يعني ما بيكسب خلاص ده بيأدي واجب وخلص ويقفل الصفحه دي ويفكر في الصفحه اللي بعديها، انا هكسب، وده يبقى الشعار اللي موجود في النادي. لكن انا هقعد
كل مباراة مثلا هتعادل مباراة وما وفقش مباراة واكسب مباراة، لا احنا مش عايزين ده في الفترة اللي جاية. احنا خدنا بطولتين السنة دي، خدنا الكونفدرالية وخدنا السوبر الافريقي، عايزين يبقى ده التواجد بتاع نادي الزمالك في الدوري، في البطولة الافريقية، في الكونفدرالية، في السوبر الافريقي، في الدوري العام، في كاس مصر. لازم الزمالك لازم يبقى شريك قوي في البطولات اللي جايه دي ان شاء الله. كابتن فاروق، على الجوانب الفنيه برضو قول لي ايه اهم الحاجات اللي عجبتك في الاداء الفني لنادي الزمالك، كطريقه لعب، كتغييرات، ايه اللي ممكن يكون ناقصنا الفتره الجايه من الناحيه الفنيه؟ ايه اللي ممكن نكون محتاجين نتجنبه الفتره الجايه كمان؟ بعض الاخطاء اللي ممكن نكون بنقع فيها. بص احنا دلوقتي عندنا الديفنس، احنا عندنا احسن مدافع في مصر دلوقتي اللي هو حمزه المسلول. ده احسن مدافع في الكره المصريه، يعني هو زي رامي ربيع، لعيب كويس جدا، هو افضل لعيب مميز في المستوى الثابت، بيعرف المهام بتاعه بيشتغل ازاي، بيستلم ازاي، الكره الثانيه بيتعامل معاها ازاي، بيضغط على اللعيبه، راجل في الاداء بتاعه. حمزه، انت محتاج واحد في نص الملعب يلعب نفس الاداء، يعني انت ما انت ما بتفكر في ان هتملى اللعيبه حريفه او لعيب الكوره، لازم تدعم ده بلعيبه ان هي ليها مهام، الضغط على المنافس، قطع الكوره، الكوره الثانيه ما تروحش للمنافس، ابتدي اسلم الكوره وانا قريب لاقرب واحد، ما بفكرش ان انا اعمل الكوره العميقه، ما اقدرش افتح الكوره على الخطوط والحاجات دي عشان بتتقطع، ان انا ما عنديش المهاره دي. فانا لازم في كل خط لازم يكون واحد مقاتل في نص الملعب. احنا عندنا في نص الملعب عندنا عبد الله سعيد، لغايه دلوقتي عبد الله سعيد كويس، لكن عنده احسن من كده، فهو محتاج حد يسنده، ما يخلوش مثلا يشتغل ال 90 دقيقه او ال 100 دقيقه، هو عايز حد صغير يشتغل جنبه ويكون لعيب كوره برضه، بس هو بيبقى بيضغط، لكن لعيب كوره زيه ما طمع، يبقى انت الاثنين شبه بعض، او لعيب ما بيأديش المهام بتاعته اللي هو الضغط على المنافس وقطع الكوره وتسليمها، هو بيبقى دوره ده دوره ان هو يقطع الكره ويسلمها للراجل اللي بيفكر، اللي بيحضر، اللي هيبني الهجمه، هو ده دور اللعيب الصغير. عبد الله سعيد ممكن يديك افضل من كده، اتكلم على ناصر ماهر ممكن يديك افضل من كده في الفتره الجايه لو انت اديته الحريه في الملعب، لكن ما تطلبش منه زي ما بيهاجم يدافع، ما ينفعش، ودي مشكله. يعني المشكله في الانديه في الكره المصريه، المدربين دلوقتي بيطلبوا من اللعيب يدافع ويهاجم، لا هو اسمه مهاجم، انت لازم تطعمه وتبتدي تشتغل معاه، تعمل له مساحات، تعمل له ثرو باص، تعمل له كرات مثلا اللي هي الدبل باص، الحاجات دي. هو اللعيب ده دي المهام بتاعه، اللعيب اللي في نص الملعب ده شغله كله صناعه الهدف او بناء الطريقه اللي هتجيب منها الهدف، ازاي يعمل استرتشات في الملعب، حط الكره على اليمين وحط الكره على الشمال، وازاي يطعم الناحيه الهجوميه، لكن ما تطلبش بقى ان هو بيعمل كل ده ويدافع. وده برضك من مقلل شويه من كفاءه عبد الله سعيد. لو عبد الله سعيد اديته الحريه ان هو بيبني وهو بيقعد يفكر هيجيب هدف ازاي، هيتكلم مع اللعيبه ازاي، هتستفيد منه اكتر من كده. لكن حته ان هو هيدافع زي ما بيهاجم، لا ما ينفعش. انت شايف دلوقتي الكوره في العالم خمسه بيدافعوا وخمسه بيهاجموا، فانت لازم تبقى عندك نفس الافكار دي وتوظيف اللعيبه بشكل كويس. نص الملعب هو صانع الالعاب، نص الملعب هو شخصيه الفرقه، نص الملعب هو الفكر اللي موجود جوه الفرقه، فخلينا نشتغل بالطريقه دي السنه الجايه ان شاء الله. يا مسهل. طبعا كابتن فاروق جعفر بشكرك شكرا جزيلا، وكل سنه وحضرتك طيب ابو الكباتن، ويعني سعاده سعيد عليك يا رب بامر الله. كل الشكر لحضرتك كابتن فاروق، طبعا ملك النص كابتن فاروق جعفر.